هاي حزلقوم قال لك ايه؟ قال لي انا التزم بالخطه ام، خطه الهروب عن طريق المجاري. زين، انقذك من يدي. فين الخريطه اللي هنهربوا بيها؟ ها؟ ايوه، فين الخريطه يا حزلقوم؟ ها؟ وايه ها؟ فين يا ابني الخريطه؟ انا مزنوق، عايز اروح الحمام. ها؟ ما 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 طبازه. طب خلاص، نادي طبازه يجيب الخريطه. ايوه، فين طبازه صحيح؟ ها؟ بكاوه ايه اللي هي هي؟ طبازه فين؟ خليه يجيب الخريطه ويخرج في داهية. ايه؟ طبازه وقع من فوق السطح. قتلته؟ ما قتلتوش. قتلته والله. ما قتلتوش. قتلتك حبي وقتلته. حرام عليك. راسه اتقل من جسمه، راسه اتقل من جسمه. قتلت الواد يا غبي. حرام عليك، قط بيت مش قط شارع. يا ترى انت فين ناوي يا طبازه؟ انت تكلم البروفيسور دلوقتي حالا وتشوف هيقول لنا نعمله ايه. ما ينفعش. ليه؟ قتلته. لا يا غبي، والله قتلته. والمصحف مكان فوق السطوح. انا وعايشتني ويهزقني بس. وانا مش عايز اتهزق. ما يشتمك ولا يهزقك. الواد ده حل الوحيد اني نرميه هو كمان من السطح. لا يتعلم. ده احسن حل. الواد ده لازم يترمي من فوق. صلوا على النبي. صلوا على النبي. ما تقلقوش. ايه؟ انا اللي هتصدقوني؟ ما تقلقوش. اهدوا كده. ما تقلقوش. تلوش. ايوه، يعني ما نجلكش نعمله ايه؟ انا ما اعرفش تعملوا ايه، انا بس بهديكم. اعمل لكم ايه يعني؟ انتوا حرين تعملوا ايه؟ خلاص يا عم اقلق. ده انت بارد، ده انت عيل بارد. اه، ايه الاخبار عندك؟ الراجل اللي اخدناه على المستشفى مش طبيعي خالص يا فندم، مش عارفين نطلع منه باي معلومه. طب لو في اي جديد عندك بلغني. اسمعوني كويس بقى اللي جوه. انا خلاص صبري نفذ. طلباته جبنا لكم، اكل واكلناكم وقلنا يمكن تعالوا، لكن توصل انكم تاذوا حد من الرهائن؟ لا، قدامكم 10 دقايق بالظبط وهقتحم المكان. سامعين؟ يا بورك يا مربوح، الكاميرا هيطلقني ويرميني في الشارع. خلاص حبق ثوابت. كل اللي مضايقني ان انتوا هتروحوا السجن سوا، وانا هبقى في الاحداث لوحدي. انا ماليش دعوه، انا ما عملتش حاجه. انا جيت هنا عشان افك الوديعه، واظن كلكم شاهدين. يا اخي، انا كل ما احاول اركن المشاكل اللي انت بتعملها على جنب ما لاقيش ركنه. خلاص هيحبسوك هنا في اوضه. بس كيف؟ كيف وانا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه؟ كيف وانا عندي فوبيا بالعيش والحلاوه؟ ما تقلقش، انا هاجي واجيب لك كل اللي في نفسي. أصيلة يا أم العيال. سكر دايب في ملبس، مسكوني في حبك متلبس. طب ما دي تهمة تانية يا متخلف. احنا في ايه ولا في ايه؟ حرام عليكم، منك لله، انت السبب في كل اللي احنا فيه. كل دي حشغطك يا زوزة. يا جماعة، يا جماعة، انا محقولكم كلكم، والله العظيم ما كان قصدي. انا عايز اعترف لكم بحاجة، انتوا كلكم مالكوش ذنب. انا اللي عندي عمان وخلاني انسان امين. الله حلو. اللي عندي عمان، اللي عندي عماني خلاني امين. انا وانت وهاني. واحد اتنين ايه؟ انت صح. انا لو عليا انا كنت اعترفت على نفسي وقلت لهم ان انتوا مالكوش اي دعوه باي حاجه. بس خلاص، الرهائن كشفوكم. سبق السيف والعسل. عسل ايه؟ العزل. سبق السيف والعزل. العزل؟ الساعه كام؟ انت طيب قوي يا حزلقوم. انا عن نفسي مش هقول غير اللي ينجيكم كلكم، ده لو المجموعه كلها موافقه. انا خلاص طالع معاش اول الشهر، مش فارقه معايا. وانا كمان. ده انتوا طيبين وغلابه، وغلاوتكم من غلاوه عيالي الثلاثه. وخلاص اكلنا مع بعض عيش ومحشي. وانا كمان موافقه. انا في الاول يعني كنت خايفه منكم، بس انتوا طلعتوا هبله قوي. ايه؟ عبط؟ اهدى. طيبين طيبين.
ووفرتوا عليا مصاريف الولادة، وعلى فكرة هسميه حزلقوم، بس أدلعه أقول له يا إيه؟ خليص. خليص؟ وأنا كمان موافقة، ده كفاية لون شعرك. أما لو شفت الفتلة؟ لون شعره؟ عادي 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 خالص، أنا خدت على الوحدة والبعد بيجي عادي، محدش حبك غير أمك يا نفادي. دي برضك مشكوك فيها. وأنا كمان موافق. شكرا يا ذوق. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. الله، مش شاكرين يا جماعه على اللمه الحلوه دي، ومش شاكرين على الوقفه الحلوه دي، مش شاكر على وانا 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 كلكم قلتوا انت ما قلتيش على فكره يا مراد. طب انا عندي فكره، ما نعمل زي فيلم الارهاب والكباب ونخرج كلنا ومحدش يحصل له حاجه. طب والله فكره، والله العظيم كانت على لساني. انا مش بقول كده عشان اخدها منك واركب، اصلا هي مش فكرتك على فكره، هي فكره اصلا استاذ وحيد حامد هتزيط. بس انا يعني كان في تفصيله صغننه، ان انا صوتي مميز، فلو اتكلمت محدش بيطلع النبره دي غير انا وفرقه البي جيز، فطبعا لو طلعت وسمعوني البوليس هيقبض عليا، يا اما نصر محروس يعمل لي قلبه.